كيف نقوم بإضافة صلاحية للموظفين وإضافة موظفين للبرنامج؟ أول شيء نروح على هذه الإدارة، من ثم نروح على المستخدمين والأمان. هنا نلاحظ أنه موجود آدمن اللي هو الرئيسي، نضغط على إضافة مستخدم، من ثم نضيف اسمه، من ثم إضافة البريد الإلكتروني. هذا لو يعني لو كنت تريد، بس هنا الكلمة سر، خلينا نعطي كلمة سر. بعدين صلاحية، هذا صلاحية الموظفين اللي هي مثلا إذا كان هو بس يبيع الكاش أو أنه بس إداري ممكن يضيف منتجات فقط. خلينا نعلمكم على الصلاحيات، وش هي الصلاحيات. خلينا نقول أنه صلاحية هذا الموظف 3، الأعلى صلاحية 9، فإحنا أعطينا 3. إذا رحنا على الأمان اللي هي الصلاحيات، هذا اللي هو المستوى ماله 3، فهو ما ممكن يدخل على الإدارة. إحنا نحدد مثلا نعطي الإدارة رقم 2، فالإدارة اللي يدخلها هذه الإدارة كامل فوق 2 ممكن يدخلها، لكن لو كان المستوى هذا هو 1 فما ممكن يدخل على الإدارة. لكن خلينا نقول أن الإدارة تحتاج مستوى 4، فهذا اللي هو مستوى 3 ما ممكن يدخل على الإدارة، بس ممكن يدخل على نهاية اليوم، ممكن يدخل على ملف التعريف، أيضا ممكن على قائمة المبيعات اللي هي ممكن هو يسوي عرض، يقدر يشوف الفواتير. ممكن نعطي يعني الصلاحية 2 اللي هو إذا كانت 0 فممكن كل حد يدخلها، ولو كانت 4 فاللي مستوى 3 ما ممكن يدخلها. إلغاء فاتورة، هل يقدر يلغي فاتورة مثلا؟ لا ما ممكن، فنعطيه أعلى من صلاحيته. إلغاء صنف، ممكن يلغي صنف فنخليها مثل ما هو. قفل البيع، ممكن يغلق البيع. فتح البيع، تقسيم فواتير ممكن يقسم. حذف، ما ممكن يحذف مستند. استرجاع أيضا ما ممكن. عرض سعر، سجل المبيعات نفس الشيء، ما ممكن يدخل. أيضا للإدارة ممكن تقسم هنا مثلا المخزون، ما تريده يدخل على المخزون فنعطيه صلاحية أعلى عن مستواه هو نفسه. هل يقدر يسوي قرض؟ خلينا نقول ما ممكن يسوي قرض. نسوي حفظ، خلاص هذا المستخدم تم يعني تمت إدارة الصلاحية فيه، وش يقدر يدخل وش ما يقدر يدخل. هذا بشكل مفصل كيف يتم إضافة موظف وإضافة صلاحيات للموظفين.